للحديث أكثر عن ظاهرة تفشي الأمية في المجتمع العراقي وأسباب ذلك، انضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور هلال الدنيمي. دكتور هلال الدنيمي، مرحبا بك. في ظل تفشي الأمية بين الأطفال والشباب في العراق، حتى أن بعض التقارير يعني أوصلت النسبة بين جموع العراقيين إلى نصف المجتمع، يعني نصف المجتمع أصبح مجتمعا أميا. لكي ندرس الظاهرة هذه دكتور هلال، علينا أن نقارن ما بين أوضاع التعليم ومن ثم نتحدث عن الأمية، يعني قبل وبعد الاحتلال. كيف كانت؟ هل لك أن تصفها لنا دكتور هلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. التعليم في أي دولة من دول العالم هو من ركائز المجتمع، والدولة التي يكون فيها القضاء والتعليم في أحسن حال لا يخشى عليها مهما تدهور حالها الاقتصادي والسياسي وما إلى ذلك. ولذلك عمدت الحكومة العراقية عبر من تأسيس الدولة العراقية ولحد الاحتلال 2003 إلى تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم. والأرقام التي نتحدث عنها هي بشهادة الأمم المتحدة واليونسكو، حيث كان العراق في السبعينات وثمانينات القرن الماضي وتسعينات القرن الماضي أيضا كان من أفضل الدول العربية وعلى نطاق آسيا في التعليم، وهو حائز على شهادة اليونسكو في القضاء على محو الأمية. هذا الكلام نتحدث عن 1980. لماذا التجهيل المتعمد للشعب العراقي؟ من المعروف تماما بأن قيادة الجاهل أسهل بكثير من قيادة العالم المتعلم الذي تصعب قيادته وتلقينه بما يريد الجهلة. أي مجتمع في العالم عندما يهمل التعليم وإهمال متعمد، لا توجد هناك سياسة صحيحة في التعليم. المدارس التي يرثى لها الحال حقيقة حالها يرثى له مدارس طينية، الطلاب والمستلزمات التعليم، إضافة إلى المنهج التعليمي نفسه، فهناك تخريب متعمد في التعليم في طيب. العراق. دكتور هلال، يعني أصبح من الواضح للعيان ظاهرة الأطفال المتسربين من المدارس، إلى ما ترجع هذه الظاهرة؟ ما أسبابها؟ هناك سببين رئيسيين حقيقة للتسرب الأطفال من المدارس. أولا الفقر الذي اجتاح المجتمع العراقي والتخريب الاقتصادي والفساد الإداري الذي أصبح المواطن العراقي يبحث عن لقمة العيش ويدفع بهؤلاء الأطفال إلى العمل. السبب الثاني أخي الكريم، هو هناك سياسة ممنهجة لعدم متابعة هؤلاء أو إلحاقهم بالمدارس. نحن نعلم جيدا ويعلم معنا المشاهد العراقي المنصف وغير المنصف بأن هناك كان قانون في العراق يسمى قانون التعليم الإلزامي، الذي كان يجبر الأب على إرسال أولاده إلى المدرسة ويعاقبه إذا لم يلتحقوا بالدراسة، الدراسة المجانية وبناء المدارس. الآن قضية التسرب الأطفال من المدارس، أولا لا يوجد نظام تعليمي حقيقي، اثنين هناك حاجة للعمل، ثلاثة هناك الفقر الذي اجتاح المجتمع العراقي الذي أصبح عندما 40% من سكان الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر. احنا بدنا نحكي على خط الفقر اللي هو البوفرتي ليفل الستاندر العالمي، إضافة إلى أن النسبة التي ذكرها تقريركم أنه نصف المجتمع العراقي هو أصبح أميا خلال 18 سنة. نصف المجتمع، لا نصف العراقيين الآن يعني أميون بحسب التقارير الدولية. البرلمان في العراق دكتور هلال يعني شرع في عام 2010 قانونا لمحو الأمية، يعني تشكلت لجنة أو هيئة بموجب هذا القانون، يعني بميزانية تزيد على 200 مليار دينار عراقي سنويا، يعني كل سنة 200 مليار دينار عراقي
يعني مشروع محو الأمية، ولكن يعني أين أثر هذه الأموال، أين أثر هذه اللجان أو الهيئات التي تشكلت بعد أن أصبح نصف العراقيين أميين؟ عندما نتحدث عن الفقر، ولكن هناك أموال تصرف، هناك أموال تخصص. كل الأموال التي تصرف لهذه اللجان وهذه المؤسسات وهذه هي أموال للسرقة، لأنه نحن نعلم بأن هناك بناء مدارس أو حملة بناء مدارس، أين المدارس التي بنيت؟ هناك أموال تصرف لوزارة التربية لأجل تأثيث المدارس، أين هذه الأموال؟ عندما تكون المنظومة فاسدة لا يمكن أن يقدموا شيء إلا للمصلحة الفاسدين، فبالتالي هذه هي الحالة التي وصلت إليها هذه اللجان التي تسمى لكي ينتفع منها أعضاء اللجنة ومن هم المستفيدون من هذا من هذه اللجنة، لأنه لا يوجد حساب ولا توجد نية للحساب. السؤال الأهم، من أين أتت الأمية والعراق كان خالي من الأمية؟ يعني هذا هو السؤال الأكبر، يعني لماذا، من أين أتت الأمية بعد أن أتت هذه الأحزاب التي ادعت الديمقراطية وادعت أنها أتت لتنقذ العراق وشعب العراق، وهي أتت لتنهب العراق وتدمر العراق، وهذا أحد الأسباب والأدلة الدامغة على أنهم جاءوا لتدمير العراق. التعليم هو ركيزة البناء الحضاري والثقافي والصناعي وفي كل مجالات الحياة في لكل أي شعب بالعالم. عندما تدمر التعليم دمرت البلد بأكمله، أنت لم تبقي ولم تذر أي نقطة من نقاط تقدم المجتمع. فبالتالي أنا قلت أنه هؤلاء الذين أتوا للعراق هدفهم تجهيل المجتمع عمليا، والتجهيل المتعمد أحد أسبابه هو إهمال التربية وإهمال التعليم وإهمال التدريس، إفقار الناس. من الذي يحاسب، من الذي يحاسب هذه اللجنة على أنه ماذا فعلت لمحمد الأمية مثلا؟ أما البرامج التي قدمتها لا شيء. إذن هناك أسماء ومسميات حقيقة لا تنطبق مع الأهداف التي تسمى من أجلها. كل الأحزاب سمت نفسها وطنية وكلهم عملاءتهم مع المحتل. وهذه اللجان التي تسمى لإنقاذ المجتمع أو إنقاذ التعليم أو المحو الأمية والقضاء على المحو الأمية، هو بالعكس هي لجان فاسدة لم تقدم شيء ولم يحاسب أحد لأن الذي شرع القانون وأعطى هذه الأموال هو فاسد بالأساس وله أهداف. لا ننسى أن كل الذين أتوا من الخارج لهم أهداف لتدمير المجتمع العراقي بمستوياته المختلفة وعلى كل الميادين، فبالتالي هو ينفذ مشروع، جاء لينفذ مشروع، والمحتل عندما أتى للبلد أتى لينفذ مشروع، وهذا المشروع يرتكز على أدوات. شكرا جزيلا دكتور، نعتذر منك دكتور لضيق الوقت. شكرا لك دكتور هلال الدليمي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.